تجربة النزوح لعائلات تكريتا ومدن صلاح الدين إلى أقليم كردستان وعدد من دول الجوار منحت النساء فرحة نادرة لاكتساب أنماط حياة مختلفة، منها الانخراط أكثر في قطاع التعليم. التدريسية مروى جاسم ذات الأعوام 33 تقضي يومها في التعليم الجامعي وإعطاء المحاضرات التي كانت حكرا على الرجال. كانت تجربة أكثر من رائعة، لأنه بطبيعة الحال إحنا كنا طلاب وبعدين طورنا من نفسنا ووصلنا مراحل، أخذنا شهادات عليا، فأكيد لابد أن تحقق طموحك بعد ما أنت حصلت على شيء. فمن جيت وصرت تدريسية هنا بالجامعة، الحمد لله بدينا ناخذ حيز داخل الجامعة، بدينا نحقق أهدافنا، بدينا نحقق طموحاتنا. تشهد صلاح الدين في الفترة الأخيرة دخولا متسارعا للمرأة، لا سيما في قطاع التدريس الجامعي وسوق العمل، فيما تسعى منظمات مجتمعية إلى دعم المرأة وتمكينها إداريا. بالوقت السابق إذا كنا ملاحظين أنه الطابع الشبابي هو اللي كان طاغي على المجتمع، يعني كعادات وتقاليد كان مجتمع عشائري، ما يخلي أنه البنت منتصف في جامعة أو بين الطلاب كتدريس. ويفضل أغلب طلبة الجامعة التعامل مع التدريسيات بحكم تقارب الأعمار، كما يقول مصطفى عبد الحميد. حكم العلاقة بين الطالب والتدريسية علاقة قوية الحمد لله، وتكون التدريسية أعمارهم دائما متقاربة، فرق 4 سنوات 5 سنوات بين الطالب والتدريسية، بينما التدريسي دائما يكون أعمارهم كبيرة. مع احترامنا واعتزازنا للتدريسي، التدريسي يكون عنده انشغالات وغير متواجد دائما، على عكس التدريسية متواجدة وتكون مساعدة تساعد الطالب. أكثر من 300 تدريسية في جامعة تكريتا وسامراء، ويتركز عمل الغالبية في أقسام الطب والهندسة والعلوم والتاريخ. من صلاح الدين، محمد السامرائي، يو تي في.